ناخد لبن كامل الدسم ولا ناخد لبن خالي الدسم؟ طبعا بلا نقاش لبن كامل الدسم. دايما معروفة عندنا في معتقداتنا دايت يبقى لبن خالي الدسم او زبادي خالي الدسم. كل ما ناخد لبن او زبادي خالي الدسم بيحصل عندنا مشاكل في الضوافر، بيحصل عندنا عسر هضم كبير جدا، بيحصل عندنا الجلد بيقشف، بيحصل عندنا نقص فيتامين د، يعني وجع في كل عظم الجسم. طب لما نيجي ناخد لبن كامل الدسم وجع العظم ده بيروح خالص عشان بيبقى فيه فيتامين دي. كمان الجلد والضوافر بيبقى فيهم حاجات حلوه خالص، جلدك بيتحسن، ضوافرك بتبقى حلوه، شعرك بيبقى جميل عشان فيهم فيتامين اي واي وكي، الاربعه موجودين. طب ناخد لبن كامل ولا ناخد لبن خالي؟ الكامل عشان كل الفوائد اللي نستفيدها منه. الفكره كلها امتى اخد اللبن، كميته اخده قد ايه، امتى ناخده؟ ناخده مع الفطور، ناخده مع الفطور او بعد الغداء، لكن بعد كده لا، الكميه بتاعته ما تزيدش عن كوبايتين في اليوم. حتى لو هناخد شاي بلبن او نسكافيه بلبن بس بلاك يكون كامل الدسم. دايما شعارنا في العياده ناكل كتير نخس كتير. شكرا.